وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ردينا بالله ربنا وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله العظيم تعالى وطاعته، وأحذركم وأنهاكم بعد نفسي عن عصيانه ومخالفة أمره، لقوله تعالى وهو أصدق القائلين: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا. أما بعد، فيا عباد الله، نبرمج إن شاء الله تستمشأتر قوة المؤمن. مؤمنار يبتشعر خيكويكر يطعمه يبتشعر خيكويكر زبرم أخيكر أخواتشر تدقيكر شتن فاير يعمره بسم نزقية مؤمن زقية. الله وحده هو القوي ولا قوي سواه. الله سبحانه وتعالى باجرتك ونزقية هو القوي بأل التعريف، ولا قوي إلا سوى، ولا قوي إلا الله عز وجل. تقوي أن تكتب وعجوي أن تكتب حامل كامفو. وكل قوة في الأرض في الذوات والأشياء مستمدة من قوة الله عز وجل، تأييدا أو استدراجا أو تسخيرا، لحكمة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. ختن فاير باتشا زتلورم في الذوات والاشياء بما معنى صفور زتلورم باتشا يقول باتشينا حامي باك احزر كرب ختن فاير حراره زريتر الكرب اصفريتا اما تأييد من عند الله عز وجل حامي وقوت الدين حار يغرازي حم فشتي إيمان زي أن فشكر وسقف خود أيدك يشر بعد قريت. وإما استدراج طيب نبي فدم تلقوا جاور حارس كتى يشر ظالم ظلم زريحة سفكر يوكل شعوك يعني جدي على أخوك يشر بتو بعد شيء أشخاص ودول تشبار تلت استدراج. تو استدراج معنى تحرق تحرق باجا قريت تدنس نسد يتبون فشك كعبسر في غلالة ظلم زد حكمة نزح تدنس نقصد سلو. طبعا عش في مصير والعياذ بالله في الدنيا والآخرة ويخبص نشتر تو ربنا سبحانه يجيز بركة قيبة زجير حق باشا قصي حشكة الله سبحانه وتعالى
شجور يخزي كرام حرف بس بالمرصاد. أو تسخير، تسخير سطران جمع دا قوتشن باتشكش فولادن باتشكش أرد حام يعني كتيتك حام يفارة تكون صفاتك يفارة يكونوا راح تنورهم إلى آخره. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لمن؟ لله جميعا وأن الله شديد العذاب أن القوة لله جميعا شيطو شكبر باتشو شكبر لله عز وجل زفايا بريتر زفايا بريتر لحكمة لا يعلمها إلا الله. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا بعرف شرفتي وراء عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف رواه مسلم. بسم الله بعد زئر يوثق زئر حم نحن جاس ثق زمن ضعيف نحن جاس القوة زبرا فتأذبت ليس فقط في الجسد قوة جسمية جسدية وإنما في كل شيء قوة في العقل قوة في الصناعة قوة في الإرادة قوة في الفكر قوة في بعد في كل المجالات وبش ساكتي وإيمان كي وزبارك كي وعقل كي وصناعة كي شكر قوتي. القوة مطلب أساسي وإلا فلا قيمة للحياة من دون قوة. إن القوة مصدر للثقة والثقة لا توجد إلا في قلوب الأقوياء. ثقوي أنا بعشب كثنا مطلب أساسي اشتاق شو كيما فير صف ما بالذات حامي موكزي مشارك حاسي مشارك بعد شو من بوزو كيشك من بوزو كير حسابه في اشتاق قادر في اختلف حامي غوغي هو كتك تك ويبو